حاطه النجاح تارجت لها او هدف لها، اي حاجه قدام هذا النجاح هي بتذلله فورا، وبتخلي التيم اللي بيشتغل معاها الحقيقه حابب انه يخدمها وحابب انه يشتغل معاها وحابب يقدم لها الافضل. والالبوم ده بالتحديد قررنا ان احنا ننزل البوم فعلا ينجح نجاح كبير مش نجاح عادي. اخترت انه صور عينيك كذابين لانه بصراحه حسيت انه اكثر اغنيه بالالبوم هي هيك. كثير حلو وقت واحد يفكر بشغله ويحلم بشيء أو يكون عنده صورة معينة براسه يشوفها عم تتحقق قدامه، هيدي شغلة كتير مهمة.